يا هلا. هنتكلم عن حاجه مختلفه شويه وهي الهوستلز الموجوده في دهب او الكامبات اللي موجوده في دهب او ايه احسن اماكن ممكن انت تقعدوا فيها في دهب والستايل بتاعها وشكلها بيبقى عامل ازاي. بداية انا دلوقتي في مكان مختلف جدا. انا موجود في هوستل واسمه كامب الرايقه بس هو مختلف تماما. او انا موجود في مكان مختلف. انا موجود في عاده نقطه في كامب الرايقه. انا موجود فوق الروف بتاع كامب الرايقه. مبدئيا بص الفيو ورايا كل الموجود ورايا ده كل دي جبال موجوده ورايا. مبدئيا هو كله عباره عن اوض صغيره جدا. وهننزل دلوقتي تشوف ايه الفرق ما بين الاوض اللي هي بتبقى انديفيدوال وما بين الاوض اللي هي بتبقى هوستلز بيبقى فيها خمس اشخاص تقريبا وما بين الاوض اللي هي بيبقى حاجه اسمها هات. فهتشوف انواع غرف مختلفه جدا في الكامب وهشوف تكلفه كل حاجه فيها قد ايه ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. دي اول روم دخلنا فيها. الروم فيها سريرين وكمان بيبقى فيه زي دولاب ممكن تحطوا فيه الاستاف او الحاجات بتاعتكم. اكتر ناس بيبقى مناسب بالنسبه لها الروم اللي زي كده بيبقى لو اسره فردين وطفل صغير. طبعا الروم دي فيها حمام فتعالوا نشوف كده الحمام عامل ازاي. كل حاجه في سخان في حوض. لو هنتكلم على الروم كنظافه فهي متوضبه وجاهزه. لو فردين 550 لو 3 افراد في 650. الهوستل فيه خمس سراير 1 2 3 4 5. في ناس بتبقى بتحب ان هي تبقى قاعده في اوضه برايفت لوحدها ما بقاش معاها ناس كتير. وفي ناس بالنسبه لها موضوع ان هو يبقى شيرد وتبقى الروم فيها كذا حد ده شيء طبيعي جدا. فاللي مش بيحب يبقى مع حد غريب في روم طبعا مش هيحب ان هو يبقى مع خمس اشخاص ويقعد في هوستل. اللي بيحب يبقى في روم لوحده فده شيء طبيعي ومنطقي جدا ياخد الاوضه البرايفت. هل الهوستلز نظيفه قوي ولا لا؟ الهوستل انا شايفه اول ما دخلت الهوستل بتاعي كان نظيف جدا وكان السراير كلها متنظفه ومتوضبه. ودي حاجه هتلاحظوها على حسب الهوستل اللي انت هتدخله فيه. هوستل سعره ارخص ب 150 جنيه برايفت روم زي ما قلنا في 550 و650. من اكتر الحاجات اللي بتعجبني في اي هوستل ان بيبقى فيه زي كودز محطوطه على كل حته فيه. هنا في كودز موجوده بليز دونت سموك. دي الروم الثالثه 1 2. دي بقى تالت روم بتبقى سريرين. لو حد لوحده عايز ياخدها بسرين دول بتبقى ب 350 بالفطار وب 300 جنيه بس من غير الفطار. لو اتنين بياخدوها تبقى ب 400 من غير فطار و 450 بالفطار. حمام الروم دي بحمام فتعالى نشوف كده. النظافه العامه بالنسبه لي في كل حته في المكان تمام. الريحه حلوه. في تكييفات في كل الرومز. الهوستل فيه، الانديفيدوال فيه، التريبل فيه، الدبل فيه. فكل الرومز موجود فيها حمامات وتش حاجه عظيمه. لو سالتوني الهوتيل ولا الهوستل، الهوستل. الهوستل ارخص. في ناس كتير من كل حته في الدنيا بتفتح دماغك فيه شويه تبقى نوعا ما الفايس بتاعته شبابيه ومريحه. بالنسبه للعائلات فالاوتيل طبعا والهوستلز مش انسب حاجه بالنسبه للعائلات. احنا دلوقتي في مكان اسمه ادمز هاوس. هو مكان عامل زي هوستل ولكن هوستل بيبقى فيه رومز بعامله زي الافريج او وسط الافريج بتاع الهوتيلز شويه. بيبقى فيها الاقامه شكلها احسن وافضل وواخد شكل اكتر من ان هو مجرد بس هوستل ومعسكر على قد ما ان هو واخد شكل الهوتيل شويه ولكن ممكن يكون اسعاره اقل شويه حاجه بسيطه جدا من الهوتيل. المكان واخد ستايل اكتر ان هو اتس مور تو ا بليس او اتس مور تو هاوس. يعني هتشوف فيه زي مكان كده زي سلالم موجوده فيه هتلاقي فيه الحمامات هتلاقي فيه الاوض كانك قاعد في بيتك بالظبط. وده زي الريسبشن او زي الفراندا اللي كنا بنقعد فيها في بيوتنا. اول روم هندخلها هي الروم اللي هي الانديفيدوال اللي هي الفرد لوحده بس. دي اللي انا فيها حالا دلوقتي. زي ما انتم شايفين اول حاجه لازم تبقى موجوده في اي روم هي السرير. ده اول حاجه موجوده. الروم مبدئيا الاضاءه بتاعتها حلوه جدا. في اضاءه في كل حته. في رومز كتير رحتها الاضاءه بتاعتها ما كانتش احلى حاجه. هنا في كل حاجه تقريبا. في تكييف، في سرير، في كرسي، في ترابيزه اللي عليها الكاميرا، في حمام، وفي مطبخ. مطبخ صغير جدا ليك انت لو انت بتحب تقعد لوحدك. كمان في ثلاجه. المكان حلو قوي. استوديو الفرد واحد ممكن يبقى حلو. السرير ده اكشلي ممكن يكون لفردين. وحقيقي هو انترستنج جدا ومن احسن الاماكن اللي شفتها لحد دلوقتي. طب سعر الاوضه دي كام؟ سعر الاوضه دي 200 سعر الاوضه 400 جنيه في اليوم. مبدئيا هم دلوقتي ما بيعملوش فطار في كل الاوض. سعرها الاقامه بس مش بفطار او باي وجبات.
Don't you hit me like a London babe? Hold it right, rock it like a hurricane. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We fit together so nice. We acting so important. ايجار الروم هنا مش غالي خالص، الايجار 550 جنيه بس. 550 عشان دي فيها سرين ممكن تنفع لفرد لوحده لو عايز يقعد في روم كبيره فيها كل حاجه اكبر، او العادي ان هي تنفع لاسره من فردين ممكن لو معاهم طفل صغير مفيش اي مشكله. فانتوا كمان هتلاقوا في الروم من اول ما تدخلوا هتلاقوا فيها كنبه بسيطه ومكان اوسع شويه، بلس ان الحمام هنا، ان المطبخ هنا اكبر، وكمان الثلاجه هنا برضو اكبر. انا دلوقتي ما طلعتش بره، انا دلوقتي على يميني البحر وعلى شمالي في مدخل للروم. تعال ندخل الروم دي. دي اكبر روم موجوده في المكان. الروم دي يا جماعه بتشيل 3 افراد، واحد اتنين في سرير تالت هنا. الروم دي حلوه جدا لان المطبخ بتاعها اكبر، الحمام بتاعها اكبر، وفي اوضه منها بتخرج على البحر على طول. فحقيقي الروم دي حلوه جدا. هي الفكره كلها ان هي مش بتشيل 3 اشخاص بس، هي كمان ممكن تشيل 4 اشخاص، وكانك قاعد في البيت بالظبط. في الحوض وفي الاطباق، في كوبايات، في كل حاجه، وكمان في ثلاجه. هي فعلا حلوه قوي، المكان حلو جدا. لو حبيت ان انا اقارن الاسعار، طب انهي احسن انهي اقل، كل مكان على قد الامكانيات اللي فيه على قد ما بيكون السعر. بس الاسعار هنا اقل حاجه فيها 400 جنيه، فطبعا مش هنقارنها بالكامب، ولا هنقارنها بالاوتيل اللي كنا قاعدين فيه، ولا هنقارنها باغلب الاماكن. فعلى حسب ما انت عاوز، لو انت عاوز حاجه ليك ولعيلتك ولاسرتك ممكن تيجي مكان زي هنا، او ممكن تيجي مكان زي الكامب تاخد فيه حاجه برايفت، او ممكن تروح مكان زي اوتيل بس يكون اقل شويه فيبقى مناسب ليك. وانا مش برشح نوع معين عشان تروحوا فيه، ومفيش اي مكان من الاماكن اللي انا اتكلمت عليها في الفيديوز دي هم اصلا عاملين معايا سبونسرشيب ولا اي حاجه. لو عايزين تتواصلوا مع اي مكان من كل الاماكن اللي كانت موجوده في الفيديو ده عرفوني في الكومنتس، وانا هبعت لكم واعرفكم ازاي تتواصلوا معاهم بطريقه اسهل واحسن. سافروا في دهب، اقعدوا في اي مكان، هوستل، اوتيل، على حسب البادجت بتاعتكم، بس انجوي وتبسطوا جدا، وهتلاقوا حاجات كتير قوي تعجبكم ومناسبه ليكم. سلام.